سلاح الجو الإسرائيلي وجه ضربات صاروخية عنيفة على الفصائل المسلحة الموالية لإيران في الداخل السوري في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. هذه التفاصيل تحدثت عنها وكالة الأنباء السورية الرسمية بهذا الشكل. المرصد السوري لحقوق الإنسان صوت العاصمة إيران إنترناشنال جاءوا بالعديد من التفاصيل المهمة حول ما جرى، وكانت هنالك لقطات لتصدي الجيش العربي السوري للصواريخ طبعا الإسرائيلية وهي متوجهة إلى العاصمة السورية دمشق، وطبعا العمليات التصدي كانت بهذا الشكل، ولكن كما نلاحظ كانت هنالك إصابات من الصواريخ الإسرائيلية على عدد من النقاط على العاصمة السورية، وأيضا كانت هنالك بعض اللقطات المقربة لطبيعة هذه الاستهدافات التي على ما تبدو بأنها نقاط معينة محددة هي التي كانت مستهدفة من هذه الضربات. ما الذي جرى وما تفاصيل هذا الهجوم؟ بحسب وكالة الأنباء السورية هي وضحت بأن إسرائيل وعبر الجولان كما تلاحظون هنا باللون الأزرق قامت بتوجيه الهجمات والضربات الصاروخية على جنوب وجنوب غرب دمشق، وقالوا بأن كانت هنالك إصابة واحدة فقط، عنصر واحد من الجيش العربي السوري أصيب، ولكن المنظومات الدفاعية السورية كانت حاضرة في التصدي للضربات الإسرائيلية، وبأن هنالك كانت نوعا ما نوع من الضغط، وبأن كانت هنالك نوعا ما من الضغوط الكبيرة في حقيقة الأمر من هذه التصدي للصواريخ، أن كانت هناك خسائر مادية كما تحدثوا طبعا. ولكن في نفس الوقت المرصد السوري لحقوق الإنسان وضع تفاصيلا أكثر حول ما جرى، فهو تحدث بأن الضربات جاءت على عدد من النقاط، جاءت أولا على حول مناطق وحول النقاط الموجودة بالقرب من مطار دمشق الدولي في نقاط قريبة أيضا من الكسوة، وكذلك ما بين الكسوة وما بين جديدة عرطوز هنالك نقاط بحسب معهد إسرائيل ألما كانت أيضا قد استهدفت من هذه الضربات. طبعا المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن أن هنالك مستودعات خاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران، حزب الله اللبناني، الحرس الثوري الإيراني، كانت قد دمرت من خلال هذه الضربات طبعا الإسرائيلية، وبأن هنالك نقاط أساسية وقتلى حقيقة الأمر بين عناصر الفصائل المسلحة بسبب هذه الضربات، وبأن كان هنالك جرحى بين عناصر الجيش العربي السوري وليس عنصرا واحدا هو الذي جرح، وبالتالي ضربة موسعة، ضربة مكثفة، ضربة خطيرة جاءت صباح هذا اليوم على سوريا وعلى الفصائل المسلحة بهذه الطريقة. ولكن أيضا يجب أن ننتبه أن منطقة الكسوة هنا وليس هنالك وليست الأمور واضحة من الأقمار الصناعية، لأن الضربة لا زالت حديثة اليوم تمت، لم تتحدث الأقمار الصناعية حول ما جرى، ولكن عندما نتحدث عن الكسوة فكانت هنالك نقطة في شهر أبريل تحدثت عنها وكالة رويترز، مصادر استخبارية نقلت غربية عن أن في الكسوة هنالك منطقة وجبل مهم ألا وهو جبل المانع، وهو الأكثر تحصينا وأكثر قاعدة عسكرية محصنة موجودة هناك خاصة بالحرس الثوري الإيراني، حزب الله اللبناني، الفصائل المقربة من إيران موجودة هناك. هذه عادة تستهدف من قبل إسرائيل وقد تكون فعلا أنها استهدفت اليوم خاصة، ودعونا نتجه الآن إلى هذه المنطقة لكي نتعرف عليها بشكل أكبر ونلقي نظرة على جبل المانع الذي ممكن أن يكون ببساطة إحدى الأهداف التي استهدفت. وطبعا بالتوقف هنا بهذا الشكل فإن مطار دمشق الدولي هنا الذي تحدثنا عنه، وطبعا هذه هي الكسوة التي ترونها، وهنا منطقة جديدة عرطوز التي تحدثنا عنها، وبالتالي جبل المانع هو يأتي هنا، يعتبر واحدا من أعلى النقاط الجبلية طبعا الموجودة حول دمشق، بالإضافة إلى ذلك هي تعتبر نقطة حماية أيضا لهذا المطار، مطار دمشق الدولي، وأيضا نقطة حماية للسيدة زينب ومنطقة السيدة زينب، وهنالك نقاطا آثارا واضحة جدا لطبيعة كيف إنها محصنة وكيف إنها حقيقة هنالك حتى نقاط عسكرية موجودة وحتى مداخل موجودة في هذه المنطقة التي تحدثت عنها العديد من المصادر في السابق. إذن هذا هو جبل المانع الذي نراه، ودعونا نقترب من عدد من النقاط والتركيز عليه اليوم طبعا من هذه الضربات، وستلاحظ بأن هنالك على سبيل المثال نقاط للمنظومات الدفاعية واضحة أمامنا، بعض المداخل المخفية كما جاءت في بعض التفاصيل التي نشرها العربية الجديد قبل أشهر قليلة، وأيضا في نفس الوقت سنلاحظ بأننا أمام مداخل أخرى هنا مثلا نقاطا للمنظومات الدفاعية
واضحة تماما، وهذه طبعا كلها كما نلاحظ ليس هنالك شيء مدنيا، كل شيء عسكري في هذا الجبل. وكما تلاحظ أن هنالك حتى منظومات صاروخية، واضح بأننا أمام منظومات صاروخية تشبه منظومات صواريخ الإسكود، هي موجودة أيضا هناك، وبالتالي هي محمية خاصة مهمة للغاية، وقد تكون إحدى الأهداف التي استهدفت، في ظل أن الكسوة كانت إحدى الأهداف التي طبعا تعرضت إلى هذه الضربات، وكان الحديث بأن هنالك العديد من سيارات الإسعاف قد اتجهت إلى هذه المنطقة تحديدا، وبالتالي ليس معروفا بالضبط كم عدد الخسائر التي جاءت في هذه المنطقة. ولكن السؤال، لماذا جرت هذه الضربة صباح هذا اليوم؟ ما الذي جرى؟ في حقيقة الأمر إسرائيل كانت تراقب بشكل مكثف هذه المنطقة مثل طائرات النحشون. عندما نتحدث هنا عن طائرة النحشون شافيت، طائرتين من طائرات النحشون شافيت بالإضافة إلى النحشون إيتام من طائرات الأوكس من الاستخبار الإلكتروني، كانت قد ظهرت لدقائق بسيطة بهذا الشكل كما تلاحظون. هذه الطائرات الثلاثة التي تحدثنا عنها وهي تراقب دمشق بهذه الطريقة كما تلاحظ، هي كانت تراقب بشكل واضح جنوب وجنوبي غرب دمشق، وبعد ذلك طبعا اختفت دقائق بسيطة واختفت من الرادار، أغلقوا أجهزة الاستقبال وأجهزة الإرسال ولم تعد موجودة، ولكن الدقائق البسيطة التي ظهرت بها فوق البحر المتوسط توضح أنهم كانوا يراقبون هذه المنطقة. ما الذي يراقبونه يا ترى؟ هم كانوا يراقبون طائرة ماهان أو خطوط الجوية، خطوط ماهان الإيرانية التي دائما وعادة ما تقوم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى الداخل السوري. فهذه الطائرة ظهرت يوم أمس بهذا الشكل وهي تحلق من إيران عبر الأجواء العراقية إلى سوريا إلى دمشق كما تلاحظون بحسب الفلايت ريدار 24، والتاريخ الخاص بهذه الرحلة هي 13 يونيو يوم أمس، اليوم هو 14 طبعا، وبالتالي الطائرة واضح جدا من هذا التسجيل بأنها كانت من الفلايت ريدار بأنها تحلق من إيران فوق الأجواء العراقية، وبعد ذلك بمجرد ما غادرت مطار دمشق وأصبحت فوق الأجواء العراقية ضربت إسرائيل مباشرة هذه النقاط الموجودة في دمشق في جنوبي وكذلك في جنوبي غربي دمشق، وكانت إحداها هو مطار دمشق الدولي، وبالتالي يواضح جدا بأنهم استهدفوا شحنة للسلاح وكذلك استخدموا بنك الأهداف الأخرى التي يمتلكونها وقاموا بتوجيه هذه الضربة. وبالتالي الأمر ليس بسيطا أبدا، وإسرائيل في نفس الوقت هي مستاءة تماما من عدد من التطورات التي تأتي ضدهم. إيران مستمرة في عملية التحشيد وإرسال الأسلحة إلى سوريا من أجل الضغط على إسرائيل، وطبعا إسرائيل منتبهة بأنها ستكون تحت الضغط في الفترة القادمة بحسب يدعوت أحرنوت كما تلاحظون، نقلت عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن هنالك اتفاقا سيتم عقده بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل منع إيران من الوصول للقنبلة النووية. فهو قال ببساطة ونقل بحسب يدعوت أحرنوت بأن الاتفاق النووي سيتم فعلا مع إيران بحسب هم ما يتحدثون، وبالتالي الهدف من هذا الاتفاق هو إيقاف إيران من مقدرتها أو إيقاف إيران من التفكير من الوصول إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وبالتالي منعها من الوصول إلى القنبلة النووية، وهو أمر جيد، هو أمر تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل. ولكن المشكلة لا قيود أبدا في مسألة الفصائل المسلحة المقربة من إيران أينما كانت وتحديدا على المستوى السوري، ولأن هذا الاتفاق ببساطة بمجرد ما يتم سيوفر الأموال لإيران مليارات الدولارات هي التي ستنفع الفصائل في كل مكان على مسألة وحول مسألة نقل السلاح، نقل الطائرات المسيرة والإمكانيات اللوجستية، وحتى لحزب الله اللبناني هذه المسألة ستكون أيضا مهمة بالنسبة لهم، وبالتالي هي قضية ينتبه لها الإسرائيليون بشكل كبير، وخاصة أن هنالك أيضا تفاصيل أخرى مضافة قد نشرت من شخص يطلق عليه أميخاي شتاين. هذا الرجل هو عبارة عن مراسل في قناة كان العبرية، نقل بشكل حصري وقال بأن إيران الآن ستحقق اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية الآن عازمة على تحقيق اتفاق مع إيران، والاتفاق هو ببساطة سيكون عبارة عن مذكرة تفاهم في بداية الأمر، لن تكون عبارة عن اتفاقية موقعة أو وثيقة موقعة، وإنما
ستكون عبارة عن مذكرة تفاهم، وبعد ذلك ستبدأ سلسلة من التفاهمات من أجل منع إيران من تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية والوصول للقنبلة النووية. هذا هو الذي سيتحقق. وفي نفس الوقت يجب أن ننتبه أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت أن يقوم العراق بدفع ما يقارب 2.7 مليار دولار من الأموال المستحقة لإيران. سمحت الولايات المتحدة الأمريكية للعراق أن يقوم بهذه الدفعة، ولكن أمواج دوت ميديا تحدثت عن عدد من المصادر وقالت بأن المبلغ هو 2.5 مليار دولار، وبأن المبلغ لم يدفع مباشرة من العراق إلى إيران، وإنما هو أرسل إلى تركمانستان، وبالتالي إيران أيضا لن تستخدمه لأي استخدامات عسكرية هذا المبلغ الكبير، وإنما ستستخدمه للحج وغيرها من هذه التفاصيل. ولكن لاحظ، كل هذه مؤشرات بأننا فعلا أمام عودة للاتفاقية النووية واضحة جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ممكن أن تحدث في أي لحظة. وهذه المشكلة التي تنتبه لها إسرائيل، لأن التحشيد مستمر من إيران عبر العراق إلى إيران باتجاهها، أو عفوا إلى مباشرة إلى إسرائيل، وبالتالي هنالك ضغط كبير للغاية عليهم في الفترة القادمة. وكانت هنالك أساسا تفاصيل مثيرة قد نشرت قبل أيام قليلة، لأن هنالك باصات وخمس باصات مدنية دخلت من الأراضي العراقية من القائم إلى البوكمال، محملة بعناصر خاصة بالحرس الثوري الإيراني، واتجهت بعد ذلك مباشرة عبر الطريق الدولي إلى العاصمة السورية دمشق. هذه التفاصيل التي ذكرتها لكم هي قد نشرت على صدى الشرقية بهذا الشكل، بل إنهم التقطوا صورا أساسا لهذه الباصات المدنية، وكما تلاحظون هي تبدو بهذا الشكل، وأكدوا أن هذه الباصات المدنية بدأ يستقلها الحرس الثوري الإيراني للابتعاد عن مسألة الرصد أو حتى من الاستهدافات من الطائرات المسيرة خاصة الإسرائيلية، وبالتالي هم يتحركون بشكل مكثف إلى دمشق مع نقل السلاح وغيرها. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية منتبهة للكثير من التفاصيل التي تجري، وهي تراقب أيضا الأجواء السورية، صدق أو لا تصدق. يوم أمس كانت هنالك طائرة مسيرة من نوعية RC أو طائرة عفوا للاستخبار الإلكتروني الأمريكي من RC-135 ريفت جوينت، هذه الطائرة الأمريكية جاءت تحلق فوق البحر المتوسط بهذا الشكل وبدأت تراقب سوريا بهذه الطريقة. لاحظ، هي تراقب مناطق مهمة مثل حمص، مثل حلب، تجمع المعلومات من هذه المناطق، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة الأمريكية التي تجمع المعلومات. وطبعا هم يجمعون المعلومات لأسباب مهمة للغاية، لأن ممكن أي استهداف إسرائيلي مثل ما حدث صباح هذا اليوم ممكن أن يؤدي بإيران أن تعطي الأوامر لفصائلها لتستهدف القوات الأمريكية الموجودة إلى شرق نهر الفرات، إن كانت في حقل العمر النفطي أو إن كانت في قاعدة كونيكو. وطبعا الأمريكيون مستعدون تماما لمثل هذا السيناريو، فهم نشروا هذه الطائرات من نوعية A-10 Warthog، هي الطائرات الأمريكية التي انتشرت في الشرق الأوسط في شهر مارس بعد مقتل متعاقد أمريكي بطائرة مسيرة، اتضح فيما بعد من العديد من التقارير الغربية بأن عملية مقتله كانت بسبب طائرة مسيرة انطلقت من العراق، وبالتالي هم نشروا هذه الطائرات بشكل مكثف. وآخر صورة من الأقمار الصناعية لهذه الطائرات توضح بأنها متمركزة في الإمارات العربية المتحدة الآن، وتحديدا في أبو ظبي. ستلاحظ هذه أبو ظبي، ولنتجه الآن إلى قاعدة الظفرة. هذه آخر صورة تقريبا من 11 من مايو تحديدا الشهر الماضي، وإذا ما اتجهنا إلى هذه المنطقة ستلاحظ، نعم، نحن أمام هذه الطائرات وهي موجودة ومنتشرة وتنتظر الأوامر، وهي محملة بقنابل البنكر باستر مخترق القبو، وبالتالي هي ليست بالطائرات العادية أبدا. أي استهداف ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالرد وبالرد بهذه الطائرات التي ستكون أيضا خطيرة على النقاط التي تتواجد فيها هذه الفصائل المسلحة أو حتى الحرس الثوري الإيراني من فيلق القدس تحت الأرض على المستوى السوري. ولكن أيضا أن الولايات المتحدة كما ذكرنا هي تريد العودة للاتفاقية النووية، تعول أن نعود للاتفاق النووي ونخفف من كل التوترات حتى على المستوى السوري مع الفصائل المسلحة المقربة من إيران. لكن هنالك أوساط كثيرة غربية تضغط على إدارة بايدن وتطلب منها أن لا تعود لهذا الاتفاق النووي، لأن لا مكاسب أبدا من العودة لهذا الاتفاق. بوبي غوش على سبيل المثال، أحد أهم الخبراء والكتاب على بلومبرغ، كان قد وضح بهذا الشكل كما تلاحظون يوم أمس، قال بأن إيران تريد العودة للاتفاق النووي، ولكن على بايدن أن يرفض
هذه المسألة لأن البنى التحتية الإيرانية مستمرة، ما خصب من اليورانيوم مستمر ومتواجد، وإيران لن تخسر شيئا بل ستربح الكثير، وعليك أن تعاقب وتعاقب وتعاقب إيران وأن لا تعطيها اتفاقا تريده هي بالشروط التي تنفعها بكل تأكيد.